ديربي الجنوب التقى أبها نظيره ضمك ضمن الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. المواجهة بدأت مثيرة منذ انطلاقتها والعارضة تتصدى، وتسديدة عبد الوهاب جعفر يتألق أمامها المحمدي. صفرة الحكم تعلن عن ركلة جزاء لمصلحة أبها، والتونسي سعد بقير يتقدم لإحراز الهدف الأول بعد إعادتها للمرة الثانية. في المرمى جول وأبها يبدأ الديربي. وقبل إطلاق صفرة نهاية الشوط الأول استطاع بقير أن يضيف الهدف الثاني للكتيبة الأبهوية. الله 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 بدأ ضمك الشوط الثاني مصرا على تقليص النتيجة لتأتي الدقيقة 66، ويتمكن محمد بوسبعة من إحراز الهدف الأول لضمك. اللعيبة جول جول ضمكاوي. فرحة ضمك بالهدف الأول لم تدم طويلا، سعد بقير يعود ليسجل ثالث أهدافه في ديربي الجنوب. مازن أبو شرارة استطاع تقليص فارق النتيجة بالهدف الثاني لضمك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. هدف ثاني لضمك في المباراة. المواجهة المثيرة تنقضي، وأبها يفوز بثلاثية سعد بكير مقابل هدفين لضمك. أبها رصيده إلى النقطة 23، فيما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز 16.